الفصل غير الميه، هاي معيننا غير الميه. الميه طافت علينا، فات علينا، علينا وعلى عيالنا، وبلادنا مرضانين من الميه. هاي حراماتنا، هاي معيننا، وهاي فرشاتنا، كل شيء فينا غير المي. تعبينا نبع وخيم قعد على روسنا، وضعنا سيء، يعني سيء جدا جدا. قدمنا أرواح، قدمنا أموال، قدمنا تجوا تصورونا. أكثر من منظمة إجت وشافت وضعنا، شافت وضع غرفنا، شافت وضعنا الداخلي. إحنا قاعدين بحمامات، مراكزنا غير قابلة للسكن الصحي، سكن صحي سيء، مياه ملوثة. وهلا شوف الخيمة، شايف الخيمة شلون؟ هذا واقعنا، هذا واقع المهجرين السوريين. وين أصحاب الخير؟ وين أصحاب الإيد العليا؟ هذا المخيم يحتوي على 1100 عائلة قاطنين في هذا المخيم، نصفهم مهجري حوض اليرموك، ما يقارب 550 خيمة دمرت بهذه العواصف في تلك هذه الليلة، ما يقارب 200 خيمة، وكما ترون الآن على أرض الواقع.